يقوم حمام كدرآغا بتقديم الخدمات للسياح المحليين ولجانب مع نسيجه التاريخي فوق 300 سنة. يحمل الحمام الذي يحتوي على جميع أنسجة الحمام التركي التاريخي ضمن هيكله صورة ثقافة الحمام العثمانية إلى يومنا الحاضر. حمام الصوفية الواقع في جزيرة إسطنبول الأكثر سياحية مفتوح على مدار الأسبوع ويقدم الخدمات للرجال والنساء في وحدات وأقسام مختلفة. تعشيون في الحمام الذي يمكنكم تطبيق ثقافة الكيس بالإضافة إلى ساونه وحجر البطن خط مائل إلى الخلف. سرتي مراحل أهمية النظافة التي يهتم بها في تاريخ الاتراك تاريكين العصور في الوراء في والحدات والأقسام الباردة والساخنة من هذا العمل التاريخي.